مصباح عليكم مشاهدينا مرة تانية، وأهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. هنبتدي أخبارنا الرياضية مع فريق النادي الأهلي وتعليمات البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للعيبة بضرورة تخطي مصر المقصة في دور الـ16 من كاس مصر عشان يكملوا مشوارهم في البطولة. وحذر سواريش اللعيبة من مفاجآت مباريات الكاس. من ناحية تانية، اختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية امبارح عشان يستعد للمباراة النهاردة، واللي هيسعى للفوز فيها عشان يحقق انطلاقة قوية ويتأهل لربع نهائي البطولة. لعيبة فريق النادي الزمالك عملوا فقرة خاصة خلال تدريبهم امبارح اللي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة الإسماعيلي في كأس مصر، وشهدت الفقرة التركيز على التصويب على المرمى من أماكن مختلفة جوه الملعب. وفضل الجهاز الفني بقيادة فيريرا مشاركة مجموعة كبيرة من اللعيبة في الفقرة، ويختتم الفريق تدريباته النهاردة على نفس الملعب عشان يستعد لمواجهة الإسماعيلي. نجوم الاسكواش المصري للناشئين حجزوا بطاقات التأهل في الدور ربع النهائي ببطولة العالم لناشئي الاسكواش اللي بتتلعب في مدينة نانسي الفرنسية، وجات نتائج البعثة المصرية في دور الـ16 بفوز كنزي أيمن على الإنجليزية آسيا هاريس بنتيجة 3-0، وفوز محمد ناصر على الإنجليزي جونا براينت بنتيجة 3-1، وفوز سلمى الطيب على ناردين سامح بنتيجة 3-0، وفيروز أبو الخير على الأمريكية لوسي ستيفانوني بنتيجة 3-0، وفوز عمر عزام على الأيرلندي شون ميرفي بنتيجة 3-0، وأمينة عرفي على الأمريكية كارولين فاوتس بنتيجة 3-0، وملك خفاجي على لاعبة هونغ كونغ كيرستي وونغ بنتيجة 3-1، وأخيرا محمد زكريا فاز على سلمان خليل بنتيجة 3-1. فريق مانشستر سيتي فاز على فريق بورنموث بنتيجة 4-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي. بالنتيجة دي بيرفع فريق مانشستر سيتي رصيده للنقطة السادسة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبفرق الأهداف عن أرسنال، وتجمد رصيد بورنموث عند النقطة الثالثة في المركز التاسع. وحقق فريق أرسنال فوز كبير على فريق لستر سيتي بنتيجة 4-2 في المواجهة اللي اتلعبت بينهم على ملعب الإمارات ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. وشهدت المباراة تألق النجم البرازيلي جابريال جيسوس، وبالنتيجة دي بيحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقط، ولستر سيتي في المركز الـ14 برصيد نقطة واحدة. وبيواصل مانشستر يونايتد نتائجه السلبية مع انطلاقة الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بخسارته من فريق برنتفورد بنتيجة 4-0 في اللقاء اللي جمعهم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، ورفع برنتفورد رصيده للنقطة الرابعة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ومانشستر يونايتد بدون أي رصيد في المركز الأخير. كمان حقق فريق أستون فيلا أول انتصاراته في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي بعد فوزه على فريق إيفرتون بنتيجة 2-1 في المباراة اللي اتلعبت امبارح في إطار مواجهات الجولة الثانية من البريمير ليج. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا، دلوقتي هنرجع لجمانة وأحمد عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم ليندا، نشكرك شكرا جزيلا.